عندي سلام. إن الله راد افتتاح مسرح المارتينيز مع روميو لحود رح تشتركي معه. إن شاء الله، وعندي مهرجان جبال كمان أنا وياه، وعندي برامج بالتلفزيون كمان مع روميو. لما تعرفت عليها كانت صباح عندي 31 فيلم بقى، كانت شغلة بمصر، كانت معروفة بكل العالم العربي وحتى بأوروبا كانوا يعرفوها، بالأخص العرب هدي ساكنين أوروبا وهدي هن منيين. لما رجعت معي على لبنان، أنا اللي جبتها من مصر، جبتها تتشارك معنا بمهرجان القلعة ببعلبك. كان أول مهرجان أنا عم بعمله ببعلبك، كان أول دخولي على الفن، كنت بفرنسا ورجعت مرقت عليها على مصر تجيبها معي، وصار في مشكل كبير بيني وبين جوزها، مش مشكل غرامي أكيد، إنما مشكل ما بده إياها تيجي على لبنان وتعمل مهرجانات. وهون صار في قصة طويلة عريضة. بتعرفي أنا بمصر ما بعرف كتير ناس، ما كان في حد مني إلا السفير، وهي أكيد هولي صار في عنا كتير طلعات ونزلات وفوتات وظهرات، تا جبتها وجيت على لبنان. كان في عندها لوك معين، اللي هو لوك صباح، اللي كانوا يعرفوا كل العرب، وبالأخص أكيد المصري لأنه كانت عايشة بمصر، واللبنانية لأنه لا عددها كله صباح الشحطورة بيعرفوها هون قبل ما راحت على مصر. بس أنا كنت أقول إنه بعد بنلاقي لوك أحلى، لسبب رحنا على فرنسا تيلاقوا اللوك المضبوط هذه برحلة، وجينا باللوك تبعها. باري باري أو فيل دو ريف جو فو كاردي لكو دي تافوا. وبلشنا بالمهرجانات، بلشنا أول شيء بمهرجان بعلبك. من بعد مهرجان بعلبك، مهرجان بعلبك هل اشتغلنا في فولكلور بس بالمية مية، وكان معنا شباب طالعين جديد، كلهم كانوا جداد، هي كانت تحب كمان مثل هيك إنه جداد لازم يبينوا ويطلعوا شوية على وجه المي، على وجه الصفوة. وبلشنا مع الأيام نعمل مهرجانات ونسافر. صباح فيها شغلة مهمة هل الناس ما انتبهت لها لحد اليوم، إنه صباح عندها ذاكرة غريبة ما بتنسى الشغلة الصغيرة 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 اللي ما إلها معنى، بتضل فايقة عليها، وأي ساعة تتكلم بتطلعها وين بالحديث، بتطلع بطريقة مش طريقة كتير ناعمة، وفيها شغلة فيها ديفو كبير. الصباح فيها ديفو كبير، كرمة كريمة لدرجة إنه ما أتكرم. وفي صباح التاني، صباح اللي لما بتنتكي قاسية، لما حدا بيدقرا قاسية وبتجاوب. وفي عندها هالضحكة هاللي بوجهها، بتحكي هاللي بوجهها، وهاللي الناس ما بتعرف قديش في وراء هالضحكة حزن، وقديش في حزن كان بوجه صباح. ضحكتها مثل كل ستار، عم توجع عم تلمي عم تطلع بالناس، بترمي بوجهها حلوة قريبة للقلب كريمة، بتعطي بإيد اليمين ما بتعرف إيد الشمال شو عم تعطي، قلبها كبير. وفي أوقات بيسكر، لما بتندقر بيسكر بالمرة، بتصفي هدي بوجهها ما بتعرفه بالمرة لو كنت عايشة معه 100 سنة. هذه صباح. صباح الفنانة مثل كل الناس بيعرفوا، بتيجي أول وحدة على البروفيت، تظهر اخر وحده بعد ما بتعرف انه شو بدي وشو الواحد بده بعدين يعمل، وشو بروفت التاني شو لازم تهيي ولاخره، كله هودي ما بتحكيهم قدام الفرقه وقدام، بس طبعا ضيع وقت
تنطر بالآخر وبتروح بعدين. هودي اثنين هي وسلوى ما بنسيهم بحياتي، لأنه بعد ما شفت منهم بموتوني تيجوا تيروحوا بموتوني، وخاصة هودي مبلشين جديد وشايفين حالهم. يا لطيف يا لطيف، شو بدي أخبرك؟ أول أنا مسرحيتي دائما بهالمسرحية بحب إنه يكون في جمال، بدي جمال على المسرح. يا أمي حبيته كتير ومن غير جوانح رح طير رح طير. والأغاني مع صباح بدنا ننقيهم على روس صبيعنا، صوت صباح كان أول شيء بيناسب مع هالشكل الحلو اللي بيناسب المسرح تبعي. في كمان هالصوت العظيم اللي بيلعليها. وبما انه انا اكثر شيء في فرح بمسرحي صوت صباح في فرح. في عندها شغله كانت ما تعذبني بالتجديد، انا بنعمل اسطوانات صلوى وهي لا بيراجع ولا شيء، باب بفعل الغنيه وبيروحوا. في شيء نرجع رجع نقول لهم لا بدا في حركه صغيره، يلا بنرجع حركه صغيره، مش مثل اليوم فيك تصلحي كل شيء انت. لا وقتها ما فيك، انه دغري قل له على الهوى. مره كنا ببلجيكا، كنا بالاولمبيا بباريس، اخذنا على الاولمبيا بباريس، وبعد ما خلصنا الاولمبيا تركنا ورحنا على كان عندنا عزيمة من العائلة المالكة البلجيكية، رحنا على البروكسل عملنا العائلة عملنا الحفلة الكبيرة، كان في قلاميز على الشمال وعلى اليمين، كان في مليارات قلاميز بالإيدين عم بيبرقوا بالزقيف. وبتعرف البلجيكية منهم من اللي بنطنطوا، والله نطنطنا ليك هون، كانوا عم بنطوا على الكراسي ويزقفوا ويقصوا دبكي. المهم طعنا على من بروكسل لمدينتين، وصلنا لمدينة حد هولندا، معنا السفير كان كسرين لبكي ومدامته مدام يولاند عودي لبكي اللي بعدها طيبة سلام كبير إلها، كانت موجودة معنا. وطلعنا صوب المسرح قبل بنص ساعة ضربت عينا صباح هيك من البردية، فتحت شوية البردية حشرية تشوف شو في بالسالة، السالة فاضية ما فيها عصف ما فيها بركس بركس. قلت أنا بغني الليلة، قلت لي أنا ببلجيكا عم غني بيحكوا فرنساوي، بعرف يحكي فرنساوي أنا وياهم، وهون ما بيعرفوا يحكوا لا فرنساوي ولا إنجليزي ولا شيء، شو بدهم يجوا يحضروني؟ بتطلع ما بطلع بطلع ما بطلع. ودخل بيناتنا استفير واستفيرة، وقصة طويلة عريضة على المسرح بدها تطلع لحو تطلع. كان شو مرقش تلت ساعة تقريبا، كان بعد في خمس دقايق تقريبا، خمس دقايق بدنا نفتح البردية. قلت له شوف 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 سعادة السفير، شوفي شوفي حبيبتي يا الله، شوفي البردية، شوفي ما في حدا فتح هيك سالة مليانة. وعشر دقايق فاتوا بدون حس بدون شلك ليك الذوق ليك شو اسمه ليك شو. قلت له ليه في ناس؟ قلت له ايه بدي. المهم صلحنا تتقوم تتنزل على تطلع على المسرح. طلعت على المسرح، شو عملوا؟ ما بقول لك شو عملوا، خبطوا دبكوا هن كانوا خشب هن ما بيزقفوا بدبكوا بإجريهم. يا بي كأنه أنا رحت هيد شو اسمه تنزل السطح على راسي. المهم قال أنا بدي وعدتهم بعطيهم شوية أوتوغراف لشو اسمه قاعد برا، ما رجعت ونحن جوا ناطرينها. طلعت لبرا شوي جاي عم بتصرخ خزقوني تيابي ليك، كيف خزقوني خزقونا تيابي مع انه مقصات صاروا يقصوا لها بتيبة تاخذوا سوفينير، قصوا لها تيبة. كان الجمهور عم يحبها، قوامي يحبها، بتحسيها عم بتغني من كل قلبها، بتحسيها عم تعطي، بتحسيها قريبة عم تغني لك إلك مش لكل الناس، وبتطلع فيك وبتطلع بالكل
سبحان الله، الله عطيها، الله عطيها، عطيها الكاريزما، الله عطيها المحبة للعالم والمحبة للعالم لإلها. دعنا دعنا، نحن ما تغيرنا، بعدنا بنحبك، حنضل نحبك. على كل حال أنا مش مطول، بلكم ما بعرف قديش رح نلتقى. الله يعطيك ألف عافية فوق، عافية فوق غير عافية الله.